هذا السائل يقول: ما معنى قوله مع تقوى ويقين؟ مر الكلام على معنى هذه الكلمة. أبو الدرداء يقول: مثقال درة من بر، والبر عرفنا أن المراد به العمل الصالح المشروع الذي أذن الله به وأمر عباده به ودعاهم إليه، مع تقوى ويقين. تقوى أي لله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تكون بإخلاص العمل له ومراقبته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فتأتي بعملك متقيا ربك فيه، مجتهدا في إخلاصه لله جل وعلا والبعد به عن الرياء وعن السمعة وعن إرادة الدنيا بالعمل، تتقي الله في عملك. وعن يقين، اليقين بالله عز وجل وبما أعده تبارك وتعالى من أجور وثواب على الأعمال الصالحة، وكل عمل صالح وإن قل فله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى وله ثواب، ولا يضيع سبحانه وتعالى أجر من أحسن عمله. أما الذي يسيء في العمل فإنه يضيع أوقاته ويتعب جسده في غير طائل، يتعب جسده في غير طائل، لأن الله عز وجل لا يقبل كل عمل، وإنما يقبل من الأعمال الأعمال الحسنة وهي الخالصة الموافقة للسنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا بد أن تكون العبادة بهذه الصفة.